بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جئنا إلى نحن من الجزائر، جئنا في 2019، قمنا بعملية نزع بوليب. كان معنا الدكتور رضا نصر هنا في مستشفى موم، وبسبب الكورونا تعطلنا وعدنا في 2022، يعني هذه السنة. الحمد لله توفقنا اليوم في إجراء عملية الزرع، أي عملية الإرجاع، مع الدكتورة تميزي التي نجحت والحمد لله. نشكر كذلك الإخوان في لا ريسبسيون، ومشكورين يعني، بارك الله فيك.